ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. التوحيد والإخلاص، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص. والإخلاص ما هو؟ الإخلاص أن يكون دينك صافيا نقيا لله وحده، دعاؤك صافي لله لا تدعو غير الله، ذبحك صافي لله لا تجعل معه تجعل فيه لغير الله حظ، نذرك سجودك ركوعك رجاؤك خوفك جميع عباداتك تكون صافية نقية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن يكونوا دينهم صافيا نقيا ليس لله فيه حظ ولا نصيب، ليس لغير الله فيه حظ ولا نصيب، أي كله لله تبارك وتعالى. هذا معنى الإخلاص. ولتوضيح معناه لنتأمل في آية النحل، الآية التي في سورة النحل، قول الله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم في الأنعام لعبرة. انتبهوا للعبرة في هذه الآية، وهي آية عظيمة من آيات الله وتفهمنا أيضا معنى الإخلاص. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله أكبر، ما أعظمها من آية وما أدلها على كمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه وتعالى. عبرة عظيمة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، يعني في بطون الأنعام، من ناقة أو بقرة أو شاة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، من بين فرث ودم. الحليب الذي يخرج من ضرع بهيمة الأنعام يخرج من بين الفرث والدم، عبرة وآية، يخرج من بين الفرث والدم. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. انظر اللبن عندما يخرج من ضرع بهيمة الأنعام، هل ترى فيه نقطة دم؟ هل ترى فيه قطعة صغيرة جدا من الفرث؟ لو كان مخلوط بالدم والفرث ما أحد شربه، لكنه يخرج صافي مصفى خالص نقي خالصا. هذا الأمر الأول. الثاني: سائغا للشاربين. سائغا للشاربين يعني نعرف من أين خرج، نعرف المصدر الذي خرج منه، ونشربه ونستسيقه ونستلذه ونهنى بطعمه وحلاوته. سائغا للشاربين. الشاهد قوله خالصا، وصف اللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام بأنه خالص. ما معنى خالص؟ أي صافي. لتكن عبادتك لله صافية صفاء اللبن، لتكن عبادتك صافية لله صفاء اللبن، واللبن هو الفطرة. فليكن دينك صافيا نقيا صفاء اللبن، مثل ما أنك تشرب اللبن صافيا لا شائبة فيه، لتكن عبادتك صافية لله خالصة لله لا شائبة فيها. إذا دعوت تدعو الله، إذا سألت تسأل الله، إذا استغثت تستغيث بالله، إذا توكلت توكلت على الله، إذا ذبحت أو نذرت تذبح وتنذر لله. جميع العبادات تكون صافية لله. هذا هو التوحيد، لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى فيها شريك.